اوكي ريكوردينج. بسم الله، اهلا وسهلا بكم جميعا في معنا اليوم بمقابله جديده من مقابلات النجاح مع البي ام بي بروجكت مانجمنت بروفيشنال، اختبار اداره المشاريع الاحترافيه مع احمد المسلمي. وضيفنا اليوم الباشمهندس باجس المناصير، تفضل مشكورا، بده يعطينا من وقته عشان يشرح لنا عن تجربته بالتحضير واجتياز اختبار اداره المشاريع بي ام بي. باشمهندس باجس اهلا وسهلا فيك. اهلا بك، مساء الخير. الله يعطيك يسعدك، العافيه. يعطيك العافيه. بنحب نهنئك طبعا صراحه على الانجاز العظيم بدايه. شكرا الله شكرا يسعدك. شكرا. وبتحب تحكي لنا هيك شوي عن حالك، انه دراستك وشغلك، يعني هيك 2 minutes. أكيد أكيد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيدنا محمد. أنا باجس المناصير، خريج جامعة الشرق الأدنى شمال قبرص عام 2005. ما شاء درست الله. الهندسة الكهربائية والإلكترونية، ومن يعني بعد تخرجي بعمل في مجال المقاولات والتصميم. عملت في بعض الشركات في الأردن، منها شركة الحمد للإنشاءات في أبراج السادس. عملت في مجموعة المناصير في مصنع الإسمنت في منطقة القطرانة، ما شاء الله. نعم. وانتقلت إلى السعودية في تقريبا 2011. عملت مع شركة دريك أند سكال حوالي 7 سنوات في مشروع الاي تي سي سي، هو المدينة الرائدة الرقمية. والآن أعمل مع مجموعة الزامل في مشروع بترو الرياض كمدير مشاريع، والحمد لله يعني هينا شغالين حاليا في مترو الرياض. ما شاء الله، مشروع يعني عظيم، وما شاء الله سيرة احترافية عظيمة. ايش اللي خلاك مهتم بالبي ام بي باش مهندس؟ أكيد يعني بصراحة البي ام بي هي حلم لكل مهندس، يعني خلينا نحكي بيعمل في مجال المقاولات وغير المقاولات. يعني لما أخذت البي ام بي حسيت إنه يعني نظمت الأمور اللي موجودة عندي. يعني إحنا كنا في أمور كثيرة كنا في الحياة العملية نطبقها، بس ما كانت أورجنايزد. خلينا نحكي لما أخذنا البي ام بي حسينا إنه نظمنا الامور وحطيناها على التراك زي ما يحكوا. ف يعني شعور جميل بصراحه، والشعور الاجمل انه انجزنا الماده. طبعا بدايه انا اخذتها مع الاستاذ احمد اخوان المبعث، وكانت بدايه جيده الحمد لله. والان يعني بعد ما اجتزنا الامتحان اكيد حيكون شعور الواحد كثير ممتاز بعد تعب وبعد جهد، والحمد لله. ممتاز ممتاز جدا. لا ما شاء الله، يعني مقدمة وافية. بس مهندس، متى ذكرني أنت أخذت الكورس؟ أي دفعة؟ أنا تقريبا أخذته من سنة. نعم. ومن سنة لك بتحضر ولا يعني؟ لا بصراحة هي الفترة الأخيرة هي كانت فترة التحضير. يعني أنا بنصح كل واحد انه لما ياخذ الكورس بيحط عنده تارجت معين، يعني يحط ديت معين انه راح يجتاز الامتحان، والا لا راح يضل يأجل يأجل يأجل. تبوت ابلان، يكون في عندك تارجت ديت معين بدك اياه، والا اذا ما في تارجت الامور راح تضلك راح تضلك ريلاكس وتضلك تأجل، تحكي راح ادرس وراح ادرس، بس لا يعني خلص حط ديت، اعمل خطة معينة، حاول فضي نفسك، بلش ادرس على المادة، يعني اسمع فيديوهات، ادرس من كذا يعني كذا مرجع، حل أسئلة، شوف السيناريوهات الموجودة، شوف وين الأخطاء، افتح على الإنترنت على المراجع اللي بين يديك، يعني اعملها ثقافة بصراحة. يعني أنا يعني آخر شهر بصراحة كنت أحلم فيه. أنا أقوم من النوم بحلم إني بقدم الامتحان. اخذت حيز من تفكيرك، ما بعرف صحيح. مبين الشهاده باش مهندس واضحه على اي الباك نعم جراوند واضح كويس، يعني شباب يعني تفرجوا منيح، هذه هي شهاده البي ام بي، فيري كلرفول ما شاء الله، بيوتيفول يعني سيرتيفيكت، البعض بسموها ذا سيرتيفيكت،
ودائما كنا نقول للشباب يمكن بتذكر باش مهندس بنقولهم دائما بتكون كتير حلو الشهادة لما اسمك يكون مكتوب هون، وفعلا اسمك صح. مكتوب هون، فيعني بتخيل قديش انت ما شاء الله مبسوط الآن بهالإنجاز. أخذنا الكورس، بعدين صار الأمور بين أشد شوي وأرخي شوي وكذا. إيش اللي خلاك تضغط وقتك وتقول خلاص بدي أخذ باليوم الفلاني أو بالموعد الفلاني الاختبار؟ بصراحة هو أول شيء فترة التوقف اللي هي COVID-19 يعني أعطتنا أنه كان عندنا فرصة كبيرة أنه نقدر نحضر ونقدر ندرس. الشيء الثاني أنه المادة حتتغير، يعني كانت حتتغير في شهر جولاي، وأنا كنت مقدم خلال المركز اللي هو في الرياض في شهر 6. بعدين لما صارت موضوع COVID-19 تأجل المادة لنهاية السنة اللي هي الريفيجن الجديدة اللي راح تطلع إن شاء الله. فأنا خلاص عزمت إني أنا خلال يعني شهر جولاي إني لازم بإذن الله أخلص المادة. نعم، فهي يعني فرصة، وفي كمان زملائي كثير دخلوا المادة ونجحوا فيها، فكان يعني أمر مشجع لي إني كمان أخلص على المادة فيها. يعني انت كان محفز لك على الجروبات، جروب البي ام بي كويستشن اوف ذا داي، كنت دائما تشوف كل يوم والثاني واحد اجتاز الاختبار، بلش يبني عندك هذا حافز شوي. اكيد نعم هاي صحيح، واحده من النقاط. نعم يعني طمنتنا انه نكمل بهالابروتش هذا، يعني بشجع شوي الناس. اكيد انا بشجع كل الشباب الفتره هاي قبل نهايه السنه انه يحاولوا يجتازوا الاختبار، وإن شاء الله راح تكون الأمور سهلة. يعني اللي بيدرس المادة بيحضر لها بشكل جيد، بشكل يعني بالذات اللي بيحل أسئلة بيشوف وين الأخطاء، براجع سيناريوهات مختلفة، فراح يكون إن شاء الله الامتحان سهل بالنسبة لي. ممتاز. إحنا الآن عم نمشي ستيب باي ستيب باش مهندس عشان يعني نعطي قصة النجاح من وجهة نظرك أنت، يعني أنت الشامبيون، أنت البطل، ف بنشوف انت شو الخطوات اللي مشيت فيها عشان الشباب برضو يقتفوا ان شاء الله الاثر ويفوزوا بالجائزه الكبيره. تمام، اخذنا الكورس، كان في بين ايديك البين بوك، كان في بين ايديك السلايدز اللي هي الماتيريال تبعت الكورس. ايش حسيت انه ساعدك وكيف درست؟ هل انت درست البين بوك ولا درست كتاب مساعد ولا كتاب درست من الماتيريال اللي هي تبعت السلايد تبعت المدرب مثلا؟ نعم أنا بصراحة رجعت السلايد على الأستاذ أحمد أكثر من مرة، حاولت إذا في أمور معينة بدي أتعمق فيها برجع للبين بوك، برجع أدرس منه يعني بشكل موسع نقطة معينة بغض النظر مثلا أنواع الشركات مثلا ريسك، أي أمور معينة بحسها إنها تحتاج إنها بدها مور ديتيلز برجع للبين بوك. حاولت أشوف عدة فيديوهات على اليوتيوب بشكل يعني مختلف، منها عربي منها الإنجليزي. بعدين كان عندي مراجع لحل الأسئلة، فبشكل مكثف كنت حليت يعني ما يقارب يعني بحدود 1000-1500 سؤال على الأقل. ما شاء الله. نعم. وبالإضافة طبعاً للجروب الأستاذ أحمد الموجود يومياً في سؤال عليه، كنت أحل السؤال. الأسئلة بشكل يعني بتعطي بشكل يعني للمادة، يعني مش مركزة على موضوع معين، كل المواضيع، فالسؤال بحد ذاته بيعطيك فرصة أنك ترجع أنت للبين بوك أو ترجع للمراجع الموجودة عندك، وبتحاول أنك تستزيد وتدرس من المادة وتفهمها أكثر وأكثر. تمام. معناته أنا عشان ألخص شوي باش مهندس اللي فهمته منك عشان كمان الشباب يكونوا إن شاء الله نأكد عندهم الفهم، أنت كان مرجعك السلايدز تبعت الكورس، بالإضافة للسلايدز كنت يتمر على موضوع ما من السلايدز تحس أنك بحاجة لتوسع، كنت تروح تشوفه أيضا بالبينبوك الكتاب. صحيح؟ نعم. ممتاز جدا. فبالتالي بنقول هنا كلاس سلايدز مظبوط، بعدين كان في عندنا كمان مرجع ثاني اللي هو البين بوك طبعا اللي هو الكتاب، يعني بي اوكي
اللي هو 6th edition. كان في عندنا زي ما تفضلت يوتيوب فيديوز بشكل عام. موضوع ما والله بتعرف مش كتير فاهم, مش كتير قادر استوعب الفكرة, خليه اشوف على اليوتيوب. مش غلط جدا, اشي رائع انه يعني محظوظين شباب احنا بالماتيريالز المتاحة لنا هالايام عن قبل 10 سنين. مثلا لما انا درست البي ام بي ما كانش صراحة هذا الزخم وهذه الريسورسز المختلفة للدراسة. تمام, فانت الان استخدمت للملخص السلايدز, وكريفرنس استخدمت انت البين بوك للاشياء اللي ممكن تشكل عندك, وفور يعني اكسبلورينج او مور نوليدج استخدمت انت الفيديوز. خلينا نحكي هيك. صحيح. كثير ناس يعني بيسألوا بيقولوا طيب شو كان مرجعك للأسئلة باشمهندس؟ والله في عدة مواقع يعني بصراحة. أوكي. عشان ما يكون موضوع دعائي نذكر احنا هنا في عدة مواقع مختلفة موجودة. نعم. على اليوتيوب تقدر انه تشترك يعني. نعم. في مواقع معينة تدخل من أسئلة او. نعم. ترجع لريتا اللي هو المرجع. اوكي. بين يدينا لانه في كم هائل من السيناريوهات. ويعني وانا كمان في نصيحه معينه بدي انصحها للشباب عشان ما يحسوا في الملل, يعني ما يعطي مثلا وقته كامل لحل الاسئله. مثلا بيعطي جزء لحل الاسئله, جزء ثاني بيعطيه لسماع الفيديوهات, جزء مثلا بيراجع من البن بوك حتى انه ما بيشعر في الملل. ممكن مثلا انا كنت في السياره مثلا بطلع الصبح على الدوام مثلا بشغل فيديو موضوع معين عشان اقدر استوعب وافهم بشكل اكبر. تمام. يعني حتى بال يعني اخر شهر تقريبا خلينا نحكي بكرس وقته بشكل كبير من مثلا من 3 إلى 6 ساعات ممكن يكون وقته في الامتحان. صحيح ممكن يكون عنده شغل, ممكن يكون عنده اشياء ثانيه, بس كل لحظه فراغ بيقدر يستغلها بدل مثلا ما يفتح تليفون ويطلع على الفيسبوك. ممكن تفتح فيديو معين تشوفه او تراجع شيء معين بحيث انها ترسخ الماده. لما تفهم الماده بشكل ممتاز مباشره تدخل على الامتحان. هاي النصيحه. تمام. الان باشمهندس لانك ذكرت الان مواعيد او اوقات او ازمنه, فبدي اسالك انه انت كنت حاطط تارجت جولاي, بعدين صار تاجيلات وكذا وكوفيد 19 وهيك. كم فعليا بتقدر انه يعني انت احتجت عشان تكمل او تخلص او تغطي مادة البي ام بي وتحضر الاختبار؟ هل مثلا شهرين مثلا بنقول 3 أشهر 4 أشهر؟ صراحة نعم بصراحة إذا شهرين بشكل مكثف نعم تقدر تجتاز المادة حتى لو ما كنت يعني دارس على أول مرة. شهرين نعم كفاية. ممتاز. كفاية ممتاز. نعم. كم دراسة باليوم تقريبا يعني بلس ماينس؟ نعم أنا أشوف يعني قبل الامتحان مثلا في 3 شهور كانت تأخذ معي باليوم مثلا بوقت 2 ساعة. الشهر يعني الشهرين الأخيرات اللي قبل الامتحان كانت تأخذ معي من يعني 3 ساعات إلى 6 ساعات وممكن تكون أكثر كمان شوية يعني. نصيحة يمكن المهمة يعني آخر يوم قبل الامتحان أنصح الشباب أنه ينام بشكل كويس, يراجع بس الملاحظات المعادلات اللي بين يديك. كثير أسئلة جت على الريسك, كثير أسئلة جت على التشينج, كمان على الحسابات على الاس بي اي والسي بي اي اجا كثير أسئلة. الكوميونيكيشن كمان اجا عليها أسئلة كثير. ف يعني هاي الامور اللي بنصح فيها الشباب. فاخر يوم قبل الامتحان فقط انت تعمل ريفرش, تاخذ بس النوتس اللي انت كتبتها تقدر تراجعها تشوف شو عشان تقدر تلم الماده وتكون مستعد ونايم كويس وتروح للامتحان. هاي احسن نصيحه. تمام. جود سليب يعني بدنا ننام كويس ليله الاختبار. ما نسهر للصبح واحنا ندرس وبعدين نفقد التركيز. باشمهندس انت حجزت اختبارك اي ساعة؟ انت اختبرت من البيت طبعا. لا انا اختبرت من المركز بصراحة عندي. أه. يعني كنت متخوف انه بينقطع النت
وحكوا لي انه بصراحه بالبيت ما راح تقدر تستخدم الكالكوليتر او الورق او القلم، فحكيت لا المركز افضل. كان عندي اختبار الساعه 4 المساء، الحمد لله دخلت على الامتحان عند السؤال 89، اعطونا استراحه اللي هي 10 دقائق. طبعا قبل الاستراحه في 10 دقائق راجعت عليها الجزء الاول من الامتحان وخلصته، ما بتظهر طبعا النتيجه، تاخذ الاستراحه، بعد الاستراحه تبلش بالسؤال رقم 90. انهيت الامتحان في 3 ساعات ونص. ما شاء الله، يعني ايرلي. وهذا وانت ما حد استراحه، لانه اعتقد الشباب كانوا بيقولوا انه الاستراحه محسوبه من الاربع ساعات ولا لا؟ لا، الاستراحه العشر دقائق مش محسوبه. مش محسوبه لا. في العشر دقائق اللي قبل الاستراحه اللي هي المراجعه نعم محسوبه، بس الاستراحه العشر دقائق مش محسوبه. بنصح الشباب ياخذوها حتى انه يعني يطلع يغسل الوجه وبعدين يفرش يشرب مي اي شيء بدي. بعديها الحمد لله اخر نص ساعه انا عملت مراجعه وطلعت قبل ما ينتهي الامتحان بعشر دقائق، والحمد لله كانت النتيجه ممتازه ومفتعله. ممتاز جدا، ممتاز جدا. فبالتالي انت الان باشمهندس مريت بتجربه الاختبار من المعهد. صحيح، بمدينة الرياض انت اوريدي كنت حاجز واعطوك موعد الساعة 4 مساء، رحت قبل الموعد. صحيح، رحنا قبل الموعد في ساعة حضرونا، اللي هي في امور معينة ممكن ياخذوا لك صورة، امور روتينية اللي هي تأكد من الوثائق، ممكن يكون معك الاي دي الاقامة او الجواز او اي وثيقة حتى يتأكدوا من شخصيتك، والامور العاديه اللي هي يعني بتطلعوا اذا في امور غش ما غش، مثلا في حدا بيكتب على ايده الى اخره. فقط خلاص بتجهز، بعد ما تكون جاهز ان شاء الله تدخل على الامتحان. يعني في دخلنا في وقتنا تقريبا، يعني ممكن بلشنا قبل الامتحان بخمس دقائق او عشر دقائق من الساعه 4. نعم، ممتاز جدا. كنت انت موجود قبل الاختبار عشان تشيك والاشياء هاي، ويعني ما يكون في مفاجآت او ازدحام بالطريق او كذا، فنصيحة نروح بدري. ممكن كمان انه نروح قبل يوم الاختبار عشان نتأكد من الطريق والموقع، فما بعرف هل انت عملت هاي التجربة انك تزور موقع الاختبار قبل الاختبار؟ صحيح، انا زرتهم قبل وفي تواصل معهم على الواتساب. ممتاز. أكدت الموعد وتأكدنا من كل الأمور قبل الامتحان في يوم، وحتى كمان أنا يوم يعني قبل فترة زرت الموعد وشفت القاعة، شفت كيف المكان اللي يمتحنوا فيه الطلاب، ويعني شرحوا لي شوي. حتى كمان في ناس معينة ما بتعرف، يعني أنت ممكن خلال الامتحان تقدر تطلع مثلا بأي وقت، يعني خلال الامتحان تقدر تطلع تغادر، تعمل ريفرش، بدك تشرب مي او اي شيء، اذا حدا بده غسل وجهه، بس حيكون محسوب من وقتك. يعني في فلكسبيليتي في الموضوع، حتى انه كمان في ناس بتكون خايفه من موضوع الامتحان والمراقبه، فالامور كثير ريلاكس، كثير تمام، بتكون ملتزم. ما طبعا ممنوع الحكي خلال الامتحان، ممنوع تصدر اي ضجه حتى لا تزعج الطلاب اللي حواليك، وإذا كنت محتاج أي شيء فقط أنت ترفع يدك وما بيجوا عندك البنات الموجودين أو الشباب الموجودين. ما شاء الله، يعني في تعاون كبير والأمور سهلة وسلسة. إحنا عارف أنت باش مهندس، يعني ما رح نذكر طبعاً سؤال بعينه، بس أنت ذكرت يعني بجولة سريعة قلت والله كان في أسئلة على الكوميونيكيشن، كان في أسئلة على الريسك، كان في أسئلة على التشينج، وكثير من الشباب اكدوا على الاريا تبعت التشينج، انه التشينج مانجمنت بيجي كثير عليها اسئله، وانت في سيتويشن كبروجكت مانجر وصار تشينج ايش بتعمل، واتس ذا بيست ثينج تو دو وكذا، صح؟ نعم. اسئله كثير بسموها سيناريو بيز، انه في انت في موقف ما واتخاذ القرار بهذا الموقف. صحيح. خلال دراستك باش مهندس، قديش حسيت انه مفيد كان لك انك تطلع على التاسكس اوف ذا بروجكت مانجر اللي هي مهام مدير المشروع؟ بصراحه كثير والله، الشباب اصحابي اللي قدموا قبلي انه حكوا مهم كثير جدا جدا، تطلع على مهام مدير المشروع اللي هي تاسك اوف ذا بروجكت مانجر، وحتى يعني لدرجه انه في بعض
الإخوان نصحوا إنه تراجعها بشكل يومي. أنا يعني بصراحة فهمتها من البداية كوني يعني مدير مشروع من فترة كثير مهمة لأنها تدخل كثير من السيناريوهات، ويعني بنصح إنه يكون الشخص فاهمها بشكل ممتاز قبل ما يدخل على الامتحان. وأكثر إشي أنا شفت مركزين عليه في الامتحان إنه موضوع الريسك، يعني بشكل ريسك. نعم يعني أتوقع إنه أكثر من 50 أو 60 سؤال كانوا على الريسك. واو. نعم. يعني هذا رقم جديد بالنسبة لي باش مهندس، لأنه يعني حسيت أنه في خصوصية بالاختبارات. يعني في ناس قالوا إجاني كتير على أريا معينة، ناس تانين قالوا لا إجا شيء بسيط. يعني مثلا الأجايل في ناس بيقولوا إجاهم اختبار كتير فيه أجايل، بعرفش أنت مر عليك كتير باختبارك كلام عن الأجايل بروجكت مانجمنت مثلا؟ أنا على الأجايل إجاني سؤال أو سؤالين، يعني شيء بسيط. إشي بسيط. لا ماشي. وفي نصيحة كمان أقدمها للشباب، يعني نصحوني فيها أكثر واحد، إنه يدخل الامتحان باللغة العربية حتى لو لغتك الإنجليزية كويسة. أنا لغتي كويسة الحمد لله، بس نصحوني كثير تدخل في اللغة العربية حتى، يعني ما بعرف الشباب اللي دخلوا بالإنجليزي حكوا إنه كثير تجي أسئلة على الأجايل، يعني إذا بتدخل في الإنجليزي بيجي على الأجايل، بالعربي لا. فأنا دخلت في العربي بصراحة، يعني كنت أقرأ السؤال بالعربي، إذا ما فهمته يعني في جس يعني بشبطهم تكبس بشكل بسيط وبتطلع بنفس الصفحة، يعني ما تفتح صفحة ثانية، موجود السؤال بالإنجليزي والأجوبة موجودة اللي هي A B C D، هناك في العربي موجودة نفس الأجوبة، بتختار كليك على العربي وتطلع نكس على السؤال بعد. فبنصح الشباب إنهم يقدموا في العربي. طيب الآن إذا بدك تقدم بالعربي باش مهندس، هذا اللي أنت عملته، السؤال أصلاً بيظهر لك باللغة العربية صح؟ صحيح. نعم. ما بيظهر بلغتين مثلاً، بيظهر بس بالعربي. صحيح، في اللغة العربية. عند الحاجة بتترجم للإنجليزي إذا حسيت أنك مش فاهم إشي معين، يمكن ناس يستغربوا منا، ناس عرب وبيحكوا إنهم مش حيفهموا بالعربي حيفهموا بالإنجليزي، لكن فعليا احنا متعودين في يوم العمل تبعنا على مصطلحات اداره المشاريع باللغه الانجليزيه. بصراحه بنقول سكجول، ما بنقول الجدول الزمني مثلا صح، بنقول سكوب، يمكن ما بنقول نطاق العمل وهكذا. فنعم ممتاز، شكرا على النصيحه باشمهندس. بس انا صار عندي تساؤل شوي، انه لما انت شفت الاسئله باللغه العربيه ما حسيت شوي بغرابة؟ لأنه ما بعرف أنت الآن الأسئلة اللي حليتها قبل الاختبار، مراجع اللي أنت ذكرتها زي ريتا والمراجع الثانية أسئلتها بالإنجليزي على الأغلب، فهل أنت كمان حليت أسئلة بالعربي؟ والله صح، أنا درست بالإنجليزي بس في بعض كلمات ما كنت أفهمها، كنت أحاول أترجم السؤال. ممتاز. بس سهل جداً. ما حليت أسئلة كاملة بالعربي صح؟ لا ما حليت الأسئلة كاملة. ما أجاك اختبارات تجريبية بالعربي أصلاً؟ لا لا، كانت بالإنجليزي، كنت أحلها في الإنجليزي، بس في بعض الكلمات ما كنت أفهمها كنت أحول. بس بصراحة من يعني شاشة الاختبار سهل جداً، يعني سريع جداً، جست يعني تكبس كبسة صغيرة تطلع معك شاشة هيك مجاورة مكتوب السؤال بالإنجليزي، ممكن إذا ما كنت فهمته في العربي تلاقيه موجود في الإنجليزي، بتفهم السيناريو باللغتين. فأنا نصيحتي يقدموا في العربي الشباب. فمعناته هاي نصيحة أخرى من البشمهندس، إنه استخدام اللغة العربية مش غلط، حتى لو لغتك الإنجليزية جيدة ممكن تستعين باللغة العربية، عشان في اعتقاد إن نماذج الأسئلة ممكن تختلف لمصلحتك. تمام. ممتاز جدا، ممتاز جدا. وبشمهندس ما شاء الله خلص أوريدي الاختبار تبعه بثلاث ساعات ونص، يعني قبل وقت الاختبار بنصف ساعة، وكان مخلص كل الأسئلة ومرتاح وريلاكس وماخذ بريك، فالحمد لله يعني كل الأمور إيجابية. تمام. خلصت وصلت لآخر سؤال باش مهندس، بعدين قررت إنه خلاص بكفي. لا أنا خلصت آخر سؤال، في بعض الأسئلة خلال الامتحان أنا كنت أحط عليهم اللي هو ستار الفلاج، نعم، بكون مش متأكد من الجواب، يعني عشان بصراحة عشان تعمل مانج للوقت، إذا في سؤال بده يأخذ منك وقت طويل حاول اختار الإجابة القريبة بالسؤال وحط عليه فلاج،
خلي في وقت المراجعة، إذا كان عندك وقت ترجع تراجع، وما كان وقت ما بتكون ضيعت أسئلة ثانية بتكون أسهل. فبعدين رجعت راجعت الأسئلة، وقت المراجعة حيعطيك إذا في أسئلة missing، ممكن أنت في بعض الأسئلة ما بتكون حطيت اخترت الجواب يعني، ممكن by mistake أو إلى آخره. فجيد في وقت المراجعة بيظهر عندك إيش الأسئلة اللي أنت ما اخترتها أو ما جاوبت عليها، الأسئلة اللي عليها فلاك، أو إنك تراجع الأسئلة كلها بشكل عام. ف يعني الممتاز إنه، أو النصيحة الثانية كمان أحكيها للإخوان، السؤال اللي بيحس إنه بده يخرج من الوقت الطويل بيختار الجواب الأقرب يعني بشكل سريع ويحط عليه فلاك وينتقل للسؤال اللي بعده عشان to manage the time. يعني هاي أفضل طريقة. تمام، بالتالي فرقت معك كثير بس مهندس يعني اثناء الاختبار التايم مانجمنت، صح؟ انه هو مش اختبار معلومات فقط او فهم لإدارة المشاريع، هو ايضا اختبار لكيف تدير وقتك. يعني اذا تقضي وقت زياده عن اللزوم في السؤال قد لا يتسنى الوقت انك تخلص الاختبار اصلا، فبالتالي يعني بيأثر كثير على نتيجتك. واحنا اللي شفناه صراحه من نتيجه البشمهندس طبعا زي ما هو وصف الآن، خلص الأسئلة تظهر له شاشة صغيرة بتلخص له أنه كم عدد الأسئلة اللي ما جاوبها، كم عدد الأسئلة مثلا اللي فلاج عشان يرجع لها. قد أحيانا الواحد يحس حاله أنه جاوب كل الأسئلة ويكون سهوا ما عمل كليك مثلا، فبالتالي يكون في أسئلة فارغة ما فيها إجابات يجب أن يعني طبعا هو بطلع لك إياهم الاختبار بلخص لك إياهم، بس كليك بتشوفهم أسئلة مباشرة عشان تستدرك وتجاوبهم. بالتالي إن شاء الله السوفتوير كتير هيلبفول ومساعد جدا إليك. الآن وصلنا لآخر سؤال وراجعنا وعملنا كل شيء وبدنا نعمل شو هي سبميت. بدك بدك تنهي الاختبار لترى النتيجة. هل طلعت النتيجة مباشرة؟ صحيح، هو طلع لي مسج بالعربي لانه داخل الامتحان بالعربي انه تهانينا انت اجتزت الاختبار. بعدين ممكن في بعديها في سيرفي اذا بدك تشوف تعلق يعني على المركز او اذا عندك اي ملاحظات، او انك تعمل سكيب وتطلع من الشاشه. انهيت بعد ما خلصت طلعت وسكرت شاشتي، يعني ذهبت الى المكان الصندوق عشان اخذ اللي هو الموبايل وأغراض اللي موجودة هناك، فطبعوا لي طبعاً هم النتيجة وعطوني إياها والحمد لله. بعد تقريباً يوم، بعد يوم نزلت على الموقع بشكل رسمي، بعثوا لك هم إيميل، تنزل عندك النتيجة وتنزل اللي هي السيرتيفيكيت سوفت كوبي سيرتيفيكيت. ما شاء الله، ممتاز جداً، ممتاز جداً. فأنا بحاول بس أوصلكم الشعور تبع البشمهندس، يعني إنه لما طلعت له شاشة النتيجة بطلع لك زي ريسيت. عم بحاول أنا بس شير something similar إن شاء الله، بحاول أورجيكم إشي بيشبه اللي هي شاشة النتيجة. شباب هاي يمكن السليب، هذا الباسنج ريسيت بشمهندس، إشي بيشبه هيك، بيقول لك إنه أنت النتيجة أول شيء إيش؟ باس، نجاح فقط. بس نعم فقط. تمام، هذا اللي بنحاول نشوفه شباب ان شاء الله. طبعا يعني congratulations او تهانينا زي ما تفضل بشمهندس. وهنا التميز بصير صراحه لما تشوف حالك. طبعا عفوا هذا الخط شباب يعني الفرق بين الفشل والنجاح، هنا وتحت fail هذا بسموه target، هنا انت يعني جبت العلامه النجاح على الحفه. في عندك تارجت هاي الاريا كلها ما شاء الله تفوق عنها البشمهندس، ودخل في المنطقة اللي بنسميها above target، هو أعلى من هدف النجاح ما شاء الله. وبيورجيك كمان أنت ليش أعلى أو أين أنت أعلى، فبيبين معك ما شاء الله بالخمسة areas، بالinitiating above، بالplanning above، بالإكسكيوتينج، ومعظم الأسئلة إكسكيوتينج شباب أباف ما شاء الله، ومونيتورينج أنت تارجت. طيب أوكي تمام جود، وبالكلوزينج برضو تارجت يعني which is also good، يعني ما في إشي ما شاء الله أي إشي below target، والمعظم زي ما أنتوا شايفين above target. هذا الكلام بيتطلب إنه الواحد يكون عنده فهم جيد
مادة إدارة المشاريع المنهجية تبعت إدارة المشاريع، ويكون كمان صراحة مارس أسئلة بشكل جيد. وهذا الحكاية البشمهندس يعني قال إنه يمكن حليت أنت كتير نماذج أسئلة بشمهندس، قلت لنا 1000 سؤال أو أكثر. صحيح نعم، يعني حليت أسئلة كثيرة صحيح. يعني حتى على يعني الجروب الأستاذ أحمد اللي هو موجود كل يوم سؤال، ممكن كمان ممكن نقدم نصيحة أستاذ أحمد، ممكن إنك تزيد عدد الأسئلة يعني إذا في إمكانية للطلاب زيدوا. إنه مش سؤال واحد باليوم، يعني نعمل أكثر من سؤال باليوم. ممكن تعمل لحد 5 أسئلة يعني نصيحة، بحيث إنه يعني حيكون عنده بنك من من السيناريوهات أو الأسئلة قبل فترة الامتحان. فأنا هاي واحدة من النصائح ممكن إن نقدمها عنها والشباب كمان. لا مشكور على النصيحة بشمهندس، ممتاز ممتاز. توصف لنا بس الشعور لما شفت هاي تهانينا وهيك. أكيد شعور جميل جدا يعني بصراحة. يعني الحمد لله أثناء الاختبار ممكن الواحد يقدر يعرف نتيجته، يعني كم إنه قدر يجاوب الأسئلة كم سهولتها إلى آخره، بس طبعا بظل عندك شك وخوف لأنه الأجوبة أكيد كثير قريبة من بعض. يعني شباب يعني ما تهتموا، ادخلوا امتحان في قوة، ادرسوا، توكلوا على الله وجاوبوا زي ما حكيت لكم، وإن شاء الله النتيجة النتيجة إن شاء الله للنجاح. أكيد شعور ممتاز، حتكون يعني إنك أنجزت إنجاز عظيم صراحة. ممتاز جدا، ويعني طبعا بنشجع الكل شباب اليوم انه يتقدم قبل نهاية العام لاختبار البي ام بي، مش لانه حيصير اصعب، بس صراحة لانه راح يختلف اسلوب الاختبار. هو حيضل مبني على السكس اديشن اللي هو الاصدار السادس من البين بوك الحالي، لكنه حيختلف طبيعة الاختبار وحيزيد يعني كمية الاجايل اريا منه. ما بنقول اجين انه هذا اشي بخوف او اشي صعب، لكن على الأقل الاختبار الموجود حالي في له نماذج أسئلة، مواقع كثير بتدعمه زي ما تفضل بشمهندس اللي ما شاء الله حل يعني كم جيد من الأسئلة، مكنته من تجربة اختبار الحمد لله كانت مريحة. أنا بوصفها صراحة يعني بالمقارنة مع بعض الشباب اللي كانوا يعني مور ستريس خلال الاختبار، كان الأمور شوي مضغوطة أكثر ويعني متعبة أكثر. ما شاء الله يعني توازى سموث إكسبيرينس وتكللت بالنجاح. بس مهندس بتحب تضيف أي نصيحة أي فكرة أي؟ والله يعني تقريبا غطينا كل الافكار. انت كفيت ووفيت يعني، بس يعني اذا في اي شيء مفكر فيه عشان بدنا صراحه نشكرك يعني بنهايه هذا اللقاء لوقتك اللي اعطتنا اياه وشاركته مع الزملاء اللي ان شاء الله انترستد باختبار اداره المشاريع، ونصائحك لهم ليستفيدوا منها ان شاء الله ويتمكنوا من تحقيق الشهاده. شكرا لك مقدما الشباب جميعا، وانا على استعداد انه اي حدا ممكن انه يعني عنده استفسار معين يتواصل معي، وجاهزين لاي شيء للشباب لمساعدتهم ان شاء الله. شكرا الله يسعدك بشمهندس، الله يسعدك، شكرا جزيلا لك. راح يكون شباب هاي الانترفيو ان شاء الله منشوره as soon as possible، راح انزلها انا على قناه اليوتيوب وبيعلق عليها البشمهندس، وبصير بامكانكم انه تتواصلوا معه واي سؤال او كذا حتى بالتعليقات او تاخذوا الكونتاكت تبعه. ومره ثانيه بنشكره وبنبارك له بشمهندس، الف الف مبروك على الانجاز العظيم، و إن شاء الله نراك بالمزيد من الإنجازات والتقدم يا رب. شكرا يا مس أحمد، شكرا لكم جميعا، وعقبال عند الشباب كلكم إن شاء الله. الله يسعدك، الله يسعدك، شكرا جزيلا، مبروك. وشباب stay tuned، خليكم معنا مع المزيد من المقابلات النجاح والسكسس بـ PMP، والسلام عليكم، يعطيكم ألف عافية بشمهندس، شكرا جزيلا لك، يعطيكم العافية. يعطيك العافية، السلام عليكم.